انك يوم الماتش والتوتر ده يحصل اكيد. بس احنا كسبنا المشكلة. احنا كسبنا الماتش ده، الاداء كان سيء. احنا لعبنا ثلاث ماتشات كلهم ليه المغامره يا كابتن كان موجوده في التشكيل في ماتش دور ال 16؟ هي الفكره تاني ان هو بعد رجوعه انا شايف ان كان جزء منها يعني ما كنتش مبسوط منه يرجع في الجزء ده، لان القرار طلع عشان ترجع في القرار تاني هيبقى جزء شويه فيه بلبله وجزء مين وعلى. انا عارف ان ورده، ويمكن كنت بتكلم معاه بشكل فردي، ان ورده وما كذا مره اقول ورده لازم تكون تركيزك اكبر، لازم يكون خفيف شويه، لكن طالما هو الولد ما عملش حاجه جوه المعسكر ودي حياته الشخصيه مش ممكن اي حد، ممكن جدا اي حد يعني. فكره ان الجهاز يسمح له باللعب في ال 16، ما هو خلاص هو توقف للمباراه بتاعت اوغندا ما لعبهاش، والمباراه جنوب افريقيا احنا كان كده لما كان عندنا شورتز كان عندنا مشكله في وسط الملعب. صح ده كابتن لادونجا ولا علي غزال اللي انت قلته، ما هو دي هرجع تاني يا استاذ، ولا جرب حد من احنا الخطا اللي حصل خطا فعلا كان في اختيار القايمه. احنا كنا بنبص بره على الدكه مين يزودنا في نص الملعب، ما كانش عندنا حد يزودنا في نص الملعب، نتيجه ان هو احنا فعلا القايمه كان فيها على الاقل اربع لعيبه لازم يكونوا موجودين. طب وليه العند مع احمد علي كابتن في اول ثلاث مباريات ودفعت ليه اصعب مباراه اللي انت خسرتها؟ احمد علي برده من ضمن الحاجات اللي يمكن كمان يعني انا ما كنتش يعني، ويمكن احنا حتى الراجل تيتو المساعد الثاني اللي معانا ما فهمهاش، ان فجاه ما بين الشوطين قال مروان هيقعد وهينزل احمد علي، اللي هو ما لعبش اساسا ثلاث ماتشات. حتى هو كان عامه كان معتاد انه يجي مثلا على الدكه يتكلم في حاجه، طب هنبص على ده ان يجيب اسم ما نجيبش اسم، لكن هو ما بين الشوطين فجاه قال لي مروان اقعد، وحتى مروان انهار ساعتها، وانا قلت لمروان ولا يهمك ان شاء الله اللي جاي احسن، وبدايه وينزل احمد علي. فكان برضو في اجزاء كده ما كنتش بفهمها قوي يعني، كان اجزاء، ويمكن كان لو تفتكر المباراه الثانيه اللي بدا فيها بكوكا يعني قبليها انا قبليها بيوم انا يعني انا وجهه نظري الشخصيه قبل الماتش ابدا باحمد علي، لو هتجرب الاحتياطي تجرب احمد علي، ابدا باحمد علي، لان انا بالنسبه لي كان الترتيب مروان احمد علي كوكا، لان انا اصلا نعم برضو يعني قال لي انا شايف ان كوكا وقال لي انا هلعب باحمد علي جنب كوكا في الشوط الثاني، لو المباراه ماشيه وشايفين عايزين نزود الحته الهجوميه هلعب بمين؟ بكوكا واحمد علي. فقلت له طب ما تبدا باحمد علي، ولو عاوز تزود بكوكا، غير بزود بكوكا. انا كان وجهه نظري اصلا ان احنا مش ما ناخدش ثلاثه روس حربه، طالما انت بتلعب واحد، لاننا احنا بنلعب واحد. صحيح. ومحمد صلاح ممكن يلعب راس حربه. صحيح. فهي ساعه عمرو ورده ممكن لو احتجته يلعب، لا عمرو مش هيلعب راس حربه. احنا ختمنا المباراه الافتتاح بصلاح راس حربه. لا الغريبه انه فجاه في الماتش الاولاني والماتش الثاني دخل صلاح راس حربه، ختمنا بصلاح. فهي الجزء ده اللي انا ما كنتش فاهمه، انا ما كنتش عايز اخد ثلاثه روس حربه، انا كنت عايز اخد اثنين روس حربه وازود في اللي تحت، وازود واحد في نص الملعب، او ازود واحد في الحته الهجوميه، ناخد كهرباء يعني نزود تبقى الدكه تخوف يعني. اصل انا حتى وانا بتكلم هو قال لي خلاص انا احنا قلت له هي دي القايمه بتاعتي ده وجهه نظري، قال لي متشكر على وجهه نظرك وانا القايمه بتاعتي ايه 1 2 3. فانا حتى الجزئيه دي قلت له فيها، قعدت قلت له طب ليه 3 راس حرب؟ ليه ما ممكن جدا هنلعب بمحمد صلاح في وقت من الاوقات زي ما بيلعب في ليفربول، يبقى ونوفر واحد ده نوفره يا اما كوينج يا اما واحد نص ملعب هيفيدنا. فقال لي لا احنا ممكن اوقات كتيره جدا هنلعب براسين حربه، وانا محتاجين راسين حربه زي يا اما احمد علي مع كوكا يا اما مروان مع كوكا فاهم؟ اثنين هيدرز الاثنين يعني بيلعبوا يعني. قلت له خلاص